الحمد لله سيزون ان شاء الله هيبقى سيزون موفق جدا. احنا ان شاء الله يوم السبت الجاي هتبدا بطولات القاهره الشتويه للسباحه بمراحل الناشئين، وبعد كده هتنتهي بمراحل العمومي. احنا جاهزين ومستعدين تمام ان شاء الله للبطوله، واحنا كابطال السباحه في مصر يعني ان شاء الله باذن الله هنحصد اكبر عدد من الكؤوس في بطوله القاهره. عندنا فريق الغطس حاليا تم اعتماد سفريه ليه، هو مسافر هولندا هيشترك في بطوله ايندهوفن الدوليه للغطس. ده كاستعداد قوي جدا لان هو بعد ما يرجع هيبقى عنده ان شاء الله بطوله كاس مصر بتاعه الغطس، فده استعداد قوي جدا ليه يرجعوا باذن الله ويحققوا نتائج كويسه جدا تشرفنا وترفع اسم مصر والنادي الاهلي في البطولات الدوليه. برضو احنا حاليا بنجهز لمعسكر لكره الميه العمومي فريق الدرجه الاولى ان شاء الله هيكون في دوله صربيا، لان دي دوله طبعا رقم واحد في العالم في كره الميه. احنا ان شاء الله بنجهز لمعسكر قوي هناك يكون فيه بطوله وديه مع فرق من المجر ومن صربيا، يبقى استعداد قوي جدا لفعاليات نهائيات الدوري. دايما اللي بيشتغل في النادي الاهلي بيكونوا من اولاد النادي الاهلي، قليل قوي اللي بيجوا من الخارج، لكن هم متوارثين ان هم يموتوا نفسهم عشان يكسبوا، ده طبع بيبقى في نادي الاهلي. يعني احنا متوارثينه من جيل لجيل لجيل لجيل، وانا هنا بقالي فوق ال 35 سنه مدرب، فالمدربين كلهم بيبقوا بنفس الطبع ده. انا بتابع دايما من سن 11 سنه لحد فوق دايما يوميا يعني، فبننقل لهم وبنقول لهم ده البطل ودول ابطال ولن تبقوا زيهم وبنحفزهم. والاهالي كمان نفس الحكايه، هي المنافسه بقت قويه، في نوادي كتير طلعت يعني، سموحه ابتدى يطلع وسبورتنج ووادي دجله، في نوادي منافسه كتير، فما بقتش العمليه سهله بالنسبه للاهلي يعني، لازم وده شيء احسن يعني طبيعي، بينتج بيفرز خامات كويسه. استعداد لبطوله القاهره دي بتبقى زي بطوله تجهيزيه في المرحله الاوليه يعني في السيزون، وبتبقى في الطريق لبطوله الجمهوريه اللي هي بتبقى البطوله الاساسيه لينا. ميلي بطوله القاهره بنخشها بنبقى في مرحله التحميل، او بنكون في مرحله يعني ضمن سايكل التدريب، ما بتكونش بطوله اساسيه بالنسبه لنا بالذات في المرحله العمومي. عندنا كمان مع النادي ان شاء الله مسافرين بطوله خارجيه، دي برده هتبقى من البلان بتاعه التحضير لينا لبطوله الجمهوريه، عشان عندنا بطوله الجمهوريه في اول اربعه ان شاء الله بنجهز لها، عشان هيتاخد عليها ان شاء الله دورة البحر المتوسط مع منتخب ان شاء الله. على طول على تواصل مع الجهاز الفني ومع الإدارة بالذات السن الكبير يعني، بنكون على تواصل معاهم، بيبقى عندنا طلبات معينة طبعا من بطولات مثلا تحضيرية زي السفريات، بيكون في احتكاكات معينة، بيكون في البلان بتاعتنا، هم بيكونوا عارفين احنا ماشيين ازاي، عشان على اساسها السيزون بيترتب وعلى اساسها بيكون عارفين احنا فين في السيزون بالظبط استعدادا للبطولة يعني الأساسية اللي هي بطولة الجمهورية. طبعا عندنا ناشئين كويسين جدا في النادي، طالعين من سباحين كتير، مش عايز انسى اسم حد يعني، بس السيزون اللي فات كان مختلف شويه عن السيزون ده بالذات، ان السيزون اللي فات كان عندنا بطوله عالم، فدي كانت تجهيزاتها مختلفه والسيزون كان مختلف تماما، كان التدريب بتاعي كمان في المنتخب الفتره دي. لكن السيزون ده احنا عندنا برضو بطولات دوليه وبطولات محليه، بطوله الجمهوريه طبعا هي بتبقى الاساسيه بالنسبه لنا، ان دي اللي بنمثل النادي الاهلي فيها، واحنا الحمد لله بقى لنا سنين ما خسرناش بطوله الجمهوريه، وبقى لنا اكتر من 15 سنه ما خسرناش بطوله القاهره كمان. فاحنا دلوقتي الناشئين اللي طالعين بيسندوا جامد قوي مع فريق العمومي من ولاد النادي، فيعني هوبفل ان شاء الله بطوله الجمهورية نشوف ناس اكتر يعني، نشوف نتائج احسن ان شاء الله. يعني كالعادة عايزين يعني بنكسب الدرع العام، احنا متعودين احنا نادي الاهلي طول عمره بيكسب الدرع العام، مش متعودين نخسر. عندنا سباحين بيعوموا بره مصر وعندنا سباحين بيعوموا جوه مصر، طبعا احنا على تواصل معاهم يعني، بنتكلم معاهم عشان نبقى كونكتد على طول، الناس اللي هتعرف تيجي البطوله ان هم مواعيد دراستهم هناك في امريكا بتبقى مختلفه. وعندنا السباحين اللي هنا زي ما قلت لحضرتك الناشئين برده سباحين جامدين، سباحين يقدروا يشيلوا، بيتعلموا ازاي يشيلوا المسؤوليه. احنا في النادي يعني متعودين على طول ان الاجيال بتسلم اجيال، واحنا يعني ان شاء الله البطوله الجايه يعني الدرع العام ده مفهوش كلام يعني. قلت المنطقه بنستعد ليها يعني كبطوله تجهيزيه، عشان هي يعني بتبقى في الميد سيزون بتاع تجهيز بطوله الجمهوريه بس، وهي بتبقى زي يعني تارجت لينا في حاجات معينه بنجيب فيها ارقام يعني عشان بطوله الجمهوريه. احنا عندنا بطوله القاهره، بعدها هيبقى في بطوله الجمهوريه في اول شهر 4، دي يعني هتبقى مؤهله لبطوله البحر الابيض المتوسط، دي بتبقى بطوله قويه طبعا.
يعني بيبقى المعايير بتاعتها صعبة شوية، فطبعا احنا بنحاول نجهز نفسنا كويس، وعندنا سفرية ان شاء الله هتبقى بعد بطولة القاهرة ان شاء الله، دي طبعا من خلال يعني التجهيز وكده. ان شاء الله نكسب بطولة الجمهورية زي ما احنا بنكسبها بقالنا حوالي اكتر من 10 سنين، واجيب ان شاء الله ميداليات واجيب ارقام كويسة في سباقات ان شاء الله. الحمد لله يعني انا حصلت على احسن لاعب في بطولة الجمهورية، المواليد 2001، طبعا انجاز يعني وكده قدر للنادي ولكل حاجة يعني، بس الحمد لله يعني ده بعد مجهود ومن بتاع المدرب بتاعي وطبعا والإدارة وكده. طبعا يعني هو أول بيبقى مجهود كفريق، بعد كده مجهود فردي. الحمد لله يعني ان احنا قدرنا نحصل على المركز الثاني في بطولة 2001 بعد ماتش صعب، لكده الحمد لله ربنا كرمني أحسن لاعب وكده. طبعا يعني أنا بقدر طبعا الجهاز الفني وكده، وبحاول أشتغل على نفسي وفي المية وبره المية، والحمد لله يعني ربنا بيكرمني. إن شاء الله بطولة الجمهورية المواليد 2000 احنا الحمد لله متصدرين الدوري، داخلين على الدور النهائية، وإن شاء الله يعني ربنا يكرمني.